مين تاني منتخب توج بكأس الأمم الأفريقية في الأكثر تتويجا بعض المنتخبات؟ غانا. فكر تاني. لا هما كانوا القريبين مننا غانا والكاميرون، بس تقريبا انا اظن غانا. الكاميرون. مين اكتر ثلاث منتخبات ظهورا في المربع الذهبي لكاس الامم الافريقيه؟ مصر، غانا، كاميرون. لا انا اعتبرها صح عشان جبت اثنين صح. نيجيريا. مين هو الهداف التاريخي لكاس الامم الافريقيه؟ هداف التاريخي في مصر عامه ولا في كاس الامم عامه؟ التاريخي لكاس الامم الافريقيه. صامويل ايتو طبعا. كان جول ولا ما اعرفش؟ لا ما اعرفش بالظبط. 18 جول. هداف مصر في امم افريقيا جاب كام جول؟ ومين هو؟ بس اظن حسام حسن. على الحفظ بالالقاب يعني. اظن يعني كده حسام حسن كام جول؟ لا ما اعرفش. يعني المفاجأة هو حسن الشاذلي 12. سنة 98 فاكر كأس أمم أفريقيا 98 في بوركينا فاسو؟ طبعا. وقتها كان حسام حسن هو هداف كأس الأمم الأفريقية. صح. كان في لاعب كمان بيتقاسم معاه صداره الهدافين. لاعب جنوب افريقيا كان اسمه مكافي تقريبا. مكافي مظبوط. امتى البطوله اول بطوله زاد فيها العدد ل 16 فريق؟ نسخه كام؟ لا مش فاكر، بس تقريبا في التسعينات. مظبوط بس حاطط ايه تاني؟ التسعينات كام بالظبط؟ ممكن يكون 94 أو 96. ممتاز. 96 في جنوب أفريقيا. 96 في جنوب أفريقيا. نسخة الكأس اللي إحنا بنستلمها، أنت شفت النسخة الحديثة. سنة 2010. في كام نسخة لكأس الأمم الأفريقية؟ يعني اتغير كام مرة؟ تقريباً ممكن يكون ثلاث مرات أو أربع مرات بالكثير، يعني أنا فاكر مرتين. هو الكأس آخر كأس إحنا خدناه كان 98، كان شكله مختلف عن الكأس اللي إحنا خدناه في 2006 و8 و10. أدي كده مرتين. وطبعا الحاجات القديمه ممكن يكون في الاول خالص كان شكله مختلف، فمن ثلاث لاربع مرات. ثلاثة. مين صاحب هدف مصر في المغرب سنة 86؟ كابتن طاهر أبو زيد طبعا. عظيم. المشاركة اللي انت عملت جواب صح فديك بقى صح. المشاركة اللي جاية لمصر في كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار هي المشاركة رقم كام لمصر في تاريخ كأس الأمم الأفريقية؟ من ساعة ما انشأنا ما اتنشأت كأس الأمم الأفريقية تقريبا احنا وقعنا مثلا مرتين أو ثلاث أربع مرات بالكثير جدا، بس أنا مش عارف هي دي كم مشاركة. هي ال 26. اللاعب الوحيد اللي سجل هاتريك في أكتر من نسخة هو مصري؟ يبقى الكابتن حسن الشاذلي. بس عظمة أوي كده.